بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أكرم الأكرمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة أصدقاء وزوار ومتتبعي قناة نفهم وتفهم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد بإذن الله. موضوع حلقة اليوم إن شاء الله كتندرج ضمن سلسلة الثقافة القانونية. الموضوع كيتمحور حول إحدى الأوامر القضائية السالبة للحرية واللي كيصدرها قاضي التحقيق واللي كتتعلق بشخص وحرية المتهم، ألا وهو الأمر بالإيذاء في السجن. أشنو المقصود بالأمر بالإيذاء في السجن؟ أشنا هي الشروط ديالو؟ وأشنا هي الحيتيات اللي كيجي بها؟ كل هذه الأسئلة غادي نجاوبوا عليها إن شاء الله، لكن قبل ذلك أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب وترك تعليقاتكم وملاحظاتكم في خانة التعليقات أسفل الفيديو، ونلتقي بعد هذا الفاصل القصير وشكرا. بالرجوع إلى نص المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية، نجده ينص على أن الأمر بالإيداع في السجن هو الأمر لكي يصدر قاضي التحقيق إلى مدير المؤسسة السجنية لكي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا احتياطيا، ويسمح هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم ونقله إلى السجن إذا كان قد بلغ به من قبل ذلك. ويبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم هذا الأمر بالإيداع في السجن ويشير إليه في محضر الاستنطاق، كما أن قاضي التحقيق غير مقيد بملتمسات النيابة العامة سواء كانت ترمي إلى اعتقال المتهم أو عدم اعتقاله، لأن ذلك يعود إلى قناعته وحنكته. ونظرا لخطورة الأمر بالإيداع في السجن ومساسه بحرية الأشخاص، فيتعين على قاضي التحقيق أن لا يصدره إلا بعد استنطاق المتهم، وأن توصف التهمة المنسوبة إليه بجنحة أو جناية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سالبة للحرية. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالإيداع في السجن، ويجب أن يستوفي الأمر بالإيداع في السجن الشروط الضرورية لذلك ومنصوص عليها في المادة 143 من قانون المسطرة الجنائية، وهي أن يحمل الهوية الكاملة للمتهم، والتهمة المنسوبة إليه والنصوص المطبقة عليها وعلى عقوبتها، وأيضا تاريخ التحرير واسم وتوقيع وطابع قاضي التحقيق. ويمكن أن يصاغ الأمر بالإيداع في السجن كالآتي: نحن عمر زيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية، بناء على مقتضيات المواد 47 73 74 385 من قانون المسطرة الجنائية، نكلف جميع أعوان القوى العمومية ونأمرهم بأن يسوقوا إلى السجن المحلي بكذا، المسمى فلان بن فلان، المزداد بتاريخ كذا، من أبيه فلان بن فلان وأمه فلانة بن فلانة، الساكن بكذا وكذا، المتهم بجنحة أو جناية كذا وكذا، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها، الفصول كذا وكذا. كما نأمر رئيس المؤسسة السجنية المذكور أعلاه بأن يتسلم المتهم المذكور ويعتقله إلى أن يصدر ما يغير هذا الأمر، ونشير إلى أنه سبق أن كان تحت الحراسة النظرية بمركز الشرطة القضائية بكذا، من تاريخ كذا على الساعة كذا إلى تاريخ كذا مع إدخال الغايتين. ونطلب من جميع أعوان القوى العمومية مد يد المساعدة لتنفيذ الأمر، حرر في كذا بتاريخ كذا وكذا مع الإمضاء والتوقيع والطابع. من جهة أخرى يمكن لقاضي الأحداث طبقا للمادة 486 من قانون المسطرة الجنائية أن يصدر الأمر بإيداع المتهم الحدث الذي يفوق سنه 12 سنة طبقا للشروط المحددة في المادة 473 من قانون المسطرة الجنائية،
وذلك عند الضرورة القصوى واستحال معه اتخاذ تدبير آخر مخالف. ويقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بالإيداع في السجن بتسليم المتهم إلى مدير المؤسسة السجنية الذي يدفع له إشهادا بتسليم المتهم بعد توقيع هذا العون على سجل الاعتقال الخاص لهذا الغرض والمودع بالمؤسسة السجنية. رجعوا نذكروا بالنقاط الرئيسية في هذا الموضوع. قلنا بأن الأمر بالإيداع في السجن هو من الأوامر القضائية السالبة للحرية، ويمكن القول بأنه يعتبر أخطرها لأنه يمس بشخص وحرية المتهم، أي بموجبه يتم إيداع المتهم احتياطيا في المؤسسة السجنية، وذلك حتى يفضي التحقيق إلى ما يمكن أن يفضي إليه من دلائل وحجج، إما أن تبرئه أو تدينه حسب ما يتوصل إليه قاضي التحقيق المكلف بقضيته. كذلك قلنا بأن قاضي التحقيق هو في الحقيقة غير ملزم بملتمسات النيابة العامة اللي كترمي من خلالها إلى اعتقال المتهم أثناء التحقيق أو عدم اعتقاله، لأن ذلك كيعود للقناعة وللحنكة ديال قاضي التحقيق. إذن قاضي التحقيق غير ملزم بملتمسات النيابة العامة، وهو يقوم بإصدار الأمر بالإيداع بناء على قناعة شخصية من خلال الملف المتواجد لديه. كذلك قلنا بأن الأمر بالإيداع يعتبر من أخطر الأوامر لكي يصدرها قاضي التحقيق، وعلى أساس ذلك لا يمكن أن يصدر إلا في حالات معينة بعد استنطاق المتهم، أي الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، وأن توصف هذه التهمة أو التهم المنسوبة إليه بجنحة أو جناية يعاقب عليها القانون الجنائي. لأنه من كنقولوا أن توصف بجنحة أو جناية، فهناك جرائم أخرى توصف بالمخالفة، وهذه الأخيرة لا يمكن أن يصدر على أساسها الأمر بالإيداع في السجن. من جهة أخرى قلنا بأن الأمر إيداع في السجن ينبغي أن يستوفي للشروط المطلبة لذلك، ألا وهي أن يحمل الهوية الكاملة للمتهم، يعني الاسم العائلي والاسم الشخصي، اسم الأب، اسم الأم، وأن يحمل كذلك التهمة أو التهم المنسوبة إليه والنصوص المطبقة عليها وعلى عقوبتها، وأيضا تاريخ التحرير واسم وتوقيع وطابع قاضي التحقيق. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للمتهمين الأحداث اللي كيفوق السن ديالهم 12 سنة، فإن القانون أعطى الإمكانية لقاضي الأحداث بأن يصدر الأمر بهذا من جهة. من جهة أخرى فإن القانون سمح لقاضي الأحداث طبقا لما نصت عليه المادة 486 من قانون المسطرة الجنائية أن يصدر الأمر بالإيداع حدث في السجن، هذا الحدث اللي كيفوق السن ديالو 12 سنة، وذلك عند الضرورة القصوى، استحال معه اتخاذ تدبير آخر مخالف. أحبابي في الله، إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بحول الله، وموضوع جديد وأمر قضائي آخر يتعلق بالأمر بإلقاء القبض. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، وإلى